انه عنا مسؤولين صموا آذانا لم يعد يسمعوا شعوبهم، فما بقى نقدر نتحمل. بداية ثورة أم مجرد فورة؟ نحن في حقوق عنا، كل الناس في الشارع، ذهبوا البلد، سيعوا البلد، الموظفون، الأساتذة اللي علمناهم طلعوا كذابين، المستأجرون، المالكون، المتعاقدون، المياومون، النساء. حش بقى يضحك علينا. البلد مشاع والناس جياع. هيدا قانونك هو قانون تفقير العالم والناس. والدولة مفلسة. خففوا شوي من السرقات اللي عم يسرقوها، هيدا البلد في مصاري. فماذا سيفعل رئيس الجمهورية الجديد؟ عيب، عيب عليكم. لا إذا بتفقى في عيب، لا عيب عليهم بقى، عيب. وليد عبود يفتح هذا الملف في رئاسيات 2014 مباشرة من ساحة رياض الصلح، هذا الاثنين الساعة 9:30 مباشرة على الـMTV. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم وبموضوعيه.